مثلما جعل الله تعالى الزلازل والبراكين والرياح العاتية والصواعق والخسف والمسخ وسيلة عقاب للأقوام الكافرة السابقة التي كفرت بالله وآذت أنبياءه كقوم عاد وثمود ولوط وشعيب وغيرهم، كذلك جعل الله البحر وسيلة عقاب مماثلة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد بدأ العقاب بالغرق من قوم نوح الذين تمادوا بالكفر والغي والضلال رغم تحذيرات نبيهم نوح المتواصلة لهم، والذي لبث في دعوته معهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكنهم كما وصفهم الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. حتى ابن نوح الذي أبى أن يكون مع والده وآثر أن يكون مع الكافرين كان مصيره الغرق أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. مثلما يكون البحر أحيانا ساكنا وادعا مريحا للنفس والنظر ومصدرا للرزق والكسب وطريقا آمنا للسفر والنقل والسياحة ومنبعا للخيرات والمنافع، فإنه يكون أحيانا هائجا ثائرا متلاطم الأمواج ويصير مصدرا للخطر والهلاك والغرق، وفيه من الأهوال والعواصف والأنواء ما تشيب له الرؤوس وترتعد له الفرائس وتبلغ به القلوب الحناجر. ذلك أن قدرة الله تعالى وعظمته وجبروته تتجلى للعباد دائما في غضبة البحر وهياجه واضطرابه وبتغير أحواله من حال إلى حال، وبظلماته الدامسة وسحبه الكثيفة وأمطاره الغزيرة، حتى إذا رأى الناس كل هذا عرفوا أنه لا ملجأ لهم ولا منقذ لهم إلا الله سبحانه وتعالى، فتراهم دائما يلتجئون إليه بالدعاء والتضرع والاستغاثة وكثرة الصلاة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها
ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ويقول سبحانه وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. كتب العالم الأندلسي محمد بن أحمد بن جبير الكناني المتوفى عام 614 هجرية في وصفه المؤثر لعاصفة تعرضت لها سفينته التي كان يسافر عليها، ويستعير بعض ألفاظه وكلماته من القرآن الكريم فيقول: وجاءت الريح عاصفة فأخذت بنا جهة الشمال، وأصبحنا والهول يزيد، والبحر قد هاج هائجه وما جمائجه، فرمى بموج كالجبال يصدم المركب صدمات يتقلب لها على عظمه تقلب الغصن الرطيب، وكان كالسور علوا فيرتفع له الموج ارتفاعا يرمي في وسطه بشآبيب كالوابل المنسكب، فلما جن الليل اشتد طلاطمه وسكت الآذان غماغمه، واستشرى عصوف الريح فحطت الشراع واقتصر على الدلالين الصغار دون أنصاف الصواري، ووقع اليأس من الدنيا وودعنا الحياة بسلام، وجاءنا الموج من كل مكان وظننا أننا قد أحيط بنا، فيا لها ليلة يشيب لها سود الذوائب مذكورة في ليالي الشوائب مقدمة في تعداد الحوادث والنوائب. أليس هذا الوصف من ابن جبير متطابق لما ورد من وصف البحر ومخاطره وأحواله في آيات القرآن الكريم البينات؟ البحر الواسع والعميق عالم آخر يعج بالحياة ولا يمكن أن يحيط به العقل البشري، ولعظمته واتساعه بالنسبة للإنسان ضرب الله مثلا به عن قصوره عن الإحاطة بكلمات الله، لو إنه كان حبرا بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بل ويقول تأكيدا لذلك في موضع آخر متحديا البشر ودالا على قدرته وعظمته: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهو أي البحر من كبر الحجم وضخامته لو أنه انفلق في بحر صغير كالبحر الأحمر وليس كالمحيطات لكان كل فرق فيه كالجبل العظيم، وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
القرآن الكريم كتاب هداية للعالمين، وهو تبيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء، ما فرط فيه رب العالمين من شيء، إذا قرأه أهل البلاغة عجزوا أن يأتوا بمثله، وهو يزخر بأساسيات العلوم كلها ويدعو الله إلى تدبر آياته وفهم معانيه. يرفع الله به الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، ويجعل الله العلماء وهم أشد خشية له ورثة الأنبياء، والقرآن الذي لا تنقضي عجائبه يحوي إشارات غاية في الإعجاز العلمي في شتى المجالات. وسنتعرف على أوجه الإعجاز في مجال علوم البحار وفهم عبارات القرآن الكريم في ضوء ما أثبته العلم، والكشف عن سر من أسرار إعجازه، من حيث إنه تضمن هذه المعلومات العلمية الدقيقة التي لم يكن يعرفها البشر وقت نزول القرآن. ولقد كشف علم البحار والمحيطات منذ بضع عشرات من السنين القليلة عن العديد من الحقائق العلمية حول نشأة البحار والمحيطات. لا تخلو سور القرآن الكريم من الحديث عن آيات الله في الأرض وفي البحار، كثيرة عن البحر المسجور والجبال التي تسير، ومد الأرض وأنقصها من الأطراف، والجبال راسيات شامخات أوتاد، والأرض قطع متجاورات. فحديث القرآن عن سنن الله في الأرض وفي رجع السماء، ويلتقي العلم مع القرآن في الحديث عن كل ذلك. والمتتبع لإشارات القرآن الكريم من قبل 14 قرنا من الزمن إلى الحقائق العلمية الراسخة عن عالم البحار، حيث وصفها وصفا دقيقا على لسان رسولنا الكريم الذي عهد عنه أنه لم يركب البحر قط، فأخبر عن وجود برزخ بين البحرين، العذب، الفرات، والمالح، أجاج. وهذا الحاجز له خصائص متعددة ومغايرة لخصائص المياه السابقة، كما أن كائناته تموت إذا انتقلت من هذه المياه إلى المياه المجاورة، كما أشار القرآن الكريم إلى أن في الأرض قطع متجاورات، ووصف البحر بأنه مسجور، كما ذكر الأرض ذات الصدع، كما أشار أيضا إلى الظلمات التي توجد في أعماق البحار، كما أقسم رب العزة فقال: والسماء ذات الرجع. فالسماء ترجع إلينا كل ما هو نافع، وترجع عنا كل ما هو ضار. وكل هذه المعاني مستمدة من كلمة رجع، فتبارك الله عز وجل القائل: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نحن مأمورون من الله تعالى العلي العظيم بالتفكير في كيفية بداية الخلق، وفي نفس الوقت ترك لنا الخالق علامات تدلنا على فهم ورؤية الظواهر الأرضية. ولهذا يزخر القرآن الكريم بالملامح العلمية التي تتعلق ببداية ونهاية الكون منذ مرحلة فتق الرتق إلى أن تتبدل السماوات غير السماوات والأرض، وجاءت الحقائق العلمية الثابتة لتتفق مع عطاء القرآن، مما يدعو البشر للتسليم بأن وراء هذا الكون إله مدبر تتجلى قدرته وعظمته في خلقه كل شيء من حولنا. أراد الله أن يبارك ويؤيد رسولنا الكريم بمعجزات غير مقيدة بزمان ولا مكان، بل باقية إلى يوم القيامة شاهدة على صدق رسولنا الكريم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب
فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أثبت البحث العلمي وتطور وسائل المعرفة أن بقيعان المحيطات والبحار شبكة هائلة من الصدوع تتركز عند مرتفعات وسط المحيط، حيث يندفع منها اللافة البازلتية في درجات حرارة عالية تصل إلى 1000 درجة مئوية، فتظهر كأنها كتل من النيران الهائلة تحت سطح الماء، حيث إن الماء لا يستطيع أن يطفئ جذوتها، ولا الحرارة على شدتها تستطيع أن تبخر الماء لكثرته. وتلك الظاهرة تلازم البحار منذ نشأتها، حيث يبدأ تكوين بحر بخسف الأرض ثم اتساع ذلك الخسف وهبوط الكتل الصخرية وتكوين وديان صدعية تحولت إلى أغوار عميقة. ووجه الإعجاز هنا يظهر من قسم الله سبحانه وتعالى بالبحر المسجور، هذا القسم الذي هز العرب آنذاك حين تنزل الوحي وأدهشهم، بينما هز علماء البحار حين ركبوا الغواصات ونزلوا إلى أعماق المحيطات ووجدوا أن قيعان المحيطات أغلبها مسجرة بالنار، أي إن النار قد توقدت تحت الماء، حيث تندفع الحمم البركانية الحمراء عبر الصدوع وهي مشتعلة دون لهب مباشر مثل التنور أي الفرن المشتعل. وهذا يفيد معنى مسجور، ويعجب الإنسان لهذا النبي الأمي من أين له هذه الدقة العلمية في نشأة البحار آنذاك، لو لم يكن ينزل عليه وحي السماء الذي علمه كل شيء، والقائل بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ولولا هذه الصدوع لانفجرت الأرض منذ أول لحظة لتكوينها، نتيجة لما يحدث في باطن الأرض من تفاعلات نووية وكيميائية هائلة، وقد أقسم الله جل جلاله بها منذ 14 قرنا، ولم تدرك إلا في النصف الأخير من القرن العشرين عندما نزلوا إلى أعماق المحيطات ورسموا خريطة طبوغرافية لشكل قاع المحيطات، فأيقنوا وسلموا بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. في منتصف القرن الماضي أي بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا، بدأ علماء البحار والمحيطات بعد التقدم في العلوم الجيوفيزيائية وتكنولوجيا صناعة غواصات الأعماق استكشاف قيعانه. فمن المعروف أن الإنسان لا يتحمل النزول إلى أعماق تزيد عن 45 مترا، فيتعرض إلى ضغط هائل ويموت، ولكن عندما ركبوا هذه الغواصة ونزلوا إلى أعماق المحيطات اكتشفوا حقائق مبهرة للغاية، وهي أن الظلام يتدرج إلى 300 متر، ثم يبدأ الظلام الدامس والعتمة الشديدة، كما توجد أمواج داخلية تفوق الأمواج السطحية، كما شوهد بعض الكائنات البحرية تضيء ذاتيا في تلك الأعماق السحيقة حتى تبصر ما حولها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمن كان يتخيل أن هناك كائنات حية تعيش في تلك الأعماق،
وهبها الله عز وجل نورا حقيقيا لتهتدي به في ظلمات البحار اللجية، كما علمنا من قبل أن شواهد علوم البحار ظهرت في آيات القرآن الكريم منذ أن نزلت من حوالي 1400 سنة على سيدنا محمد، وذلك قبل الاكتشافات العلمية الحديثة والمثيرة في قاع البحار والمحيطات. يذكر القرآن الكريم أن الله خلق ما لم نعلمه ونراه ونفهمه، ولم يكتشف العلم هذه الحقائق إلا منذ عام 1977، حيث اكتشف العلماء ثقوب المياه الحارة عند مرتفعات وسط المحيط على عمق 2500 متر بواسطة الغواصة 2000. هذه الحقائق العلمية التي لم يصل إليها إدراك الإنسان إلا منذ عشرات قليلة من السنين، يفصلها كتاب الله العزيز بهذه الدقة العلمية الفائقة، والتي لم يكن لأحد من الخلق الإلمام بها في زمن الوحي ولا لقرون طويلة من بعده.